مناسبة عيد الجيش بنوجه لهم ألف تحية، ونحن رح نبقى هون بمعاملنا ورح نبقى يعني نحن دائما على الجودة والإنتاج، وهذه المؤسسة هي من أشرف المؤسسات، وجيشنا رح يضل طبعا صامد، وكل قطاعاتنا رح تبقى طبعا كلها مستنفره شو فينا نقدم للجيش. نحن عيد الجيش العربي السوري، كل عام هو بألف خير، هو عزنا وشرفنا. ان شاء الله كل عام وانتم بخير وجيشنا العربي السوري بألف خير. نحن بأماكن عملنا ورا ماكيناتنا، ان شاء الله نكون رديفين للجيش العربي السوري، وبنعتبر حالنا بمكان نصر إلنا ولسوريا ولجيشنا، إن شاء الله وينعاد على الجميع بالصحة والسلامة. رجال الله على الأرض، ثقتنا فيكم كتير كبيرة، وسوريا بإذن الله راجعة بهمتكم ومنتصرين، وكل عام وأنتم بألف خير. جيشنا عنوان الشرف، عنوان الكرامة، بدمائهم وأرواحهم انتصرنا، كل عام وقائدنا وسياج الوطن بألف ألف خير.